الشاب ولد النادي الرياضي الحملانف معوض فهمي بن رمضان في مباراه اليوم الانزلاقيه جيده. افتكاك الكره للترجي الرياضي فخر الدين بن يوسف يعكس الهجمه. فخر الدين كره طه ياسين الخنيسي. فخر الدين من جديد سعد بكير على اليسار يطلب خليل شمام توصل خليل التوزيع والراسيه من راؤولة بعيده لكن تبقى للترجي. ما زالت الهجمه لمباركي الراقد كما جاءت التصويبه والهدف الاول. هدف اول للترجي جميل جدا جميل جدا جميل جدا. هدف حسين الراقد في الدقيقة الثالثة أول هدف لحسين هذا الموسم. وحسين الراقد بعد كورة كانت مخدومة مليح يتفاعل معها جمهور الترجي. المباركي للراقد لمسة واحدة بذكاء كبير. الراقد صعبة على العربي المجري. كورة حسين الراقد في المرمى في توقيت 3 دقائق لعب. البداية قوية والبداية بالأهداف ولا أحلى ولا أروع مع انطلاقة هذه المباراة في الحوار عدد 105 بين الترجية لكرة القدم. يرد اليوم في الدقيقة الثالثة بهدف على غاية كبيرة من الجمالية والروعة. ترجع الكرة 1-0 للترجي الرياضي ضد النادي الرياضي لحمام الأنف. والترجي الرياضي هجوميا والنادي الرياضي لحمام الأنف بهدف حسين الراقد في الدقيقة الثالثة بهذه التصويبة من غير فلسفة بداخل الساقة اليمنى جميلة كانت في مرمى العربي المجري. 1-0 للترجي. لنا عودة بإذن الله مع انطلاق الفترة الثانية لكن